الإجهاض اللي هو يعني عندما تفقد الأم حملها في مرحلة مبكرة من الحمل، اللي هو قبل أو تحت 20 أسبوع، أو يعني تحت الشهر السادس لما تفقد حملها. وعادة الأم يعني لما تيجي للمستشفى تيجي بسبب آلام وأيضا بسبب نزيف، فيحصل إنه ممكن تتطور ويحصل الإجهاض. فأسباب الإجهاض كثيرة، يعني في أحيانا الأسباب قد نعرفها، وفي كثير من الأحيان ما نعرف سبب الإجهاض. فمن أسباب الإجهاض يعني مشاكل في الجينات أو أمراض وراثية، يعني فقد يكون الجنين هذا عنده مشكلة وراثية، فمن رحمة الله سبحانه وتعالى بالأم والعائلة أنه يحصل الإجهاض بدل ما أنه يكتمل الحمل ويكون جنين عنده مشاكل صحية أو تشوهات. فهذا يعني كثير من الإجهاضات بسبب مشاكل وراثية، مشاكل في الجينات وفي الكروموسومات. ممكن أحيانا يحصل إجهاض بسبب مشكلة في الرحم نفسه، أحيانا تشوه في الرحم، لأنه يعني أحيانا يكون الرحم التجويف داخل الرحم صغير، أو أحيانا يكون ما هو الشكل الطبيعي، يكون شكل غير طبيعي، فالحمل يعني ما يكون سليم فيحصل الإجهاض. ممكن يكون بسبب ألياف في الرحم، خاصة لما تكون الألياف كبيرة، خاصة لما تكون الألياف داخل يعني جهة بطانة الرحم، فهذا ممكن أيضا يكون سبب للإجهاض. ممكن سبب الإجهاض ضعف عنق الرحم، فعندما يتقدم الحمل، خاصة لما يكون الإجهاض في منتصف الحمل، يعني تقريبا من 16 أسبوع إلى 24 أسبوع، في هذه الفترة يحصل أنه بسبب ثقل الحمل يبدأ عنق الرحم يتوسع ويحصل الإجهاض. هذه من الأسباب يعني. طيب دكتور، كيف ممكن يعني الأسباب ذكرتها كثيرة، ويعني ما يمدينا نختار سبب معين ونقول أنه هو دائما سبب الإجهاض. طيب كيف ممكن السيدة الحامل تقدر تقي نفسها من هذا يعني هذه المشكلة وهذه المشاكل اللي ذكرتها؟ إذا ما عرفنا السبب ما حنقدر يعني ننصح بشيء معين، لكن لو نعرف السبب فممكن. يعني مثلا المثال الأخير اللي ذكرته، ضعف عنق الرحم، هذا ممكن نسوي غرزة في عنق الرحم بحيث أنه يمسك عنق الرحم فيحتفظ بالحمل، فهذا يعتبر علاج لضعف عنق الرحم. لما يكون سبب الإسقاط بسبب مثلا وجود أجسام مضادة، هذه من ضمن الأسباب اللي ما ذكرتها، لكن لو سوينا التحاليل وثبت إنه الأم عندها أجسام مضادة، فهذا ممكن علاجه عن طريق إبر السيولة قدام، وفي بعض الأطباء كمان بيعطوا أسبرين معها، فهذا ممكن يقلل من احتمالية حدوث الإجهاض للأمهات اللي عندهم أجسام مضادة في الدم. فأعتقد يعني الجواب الأسلم ممكن هو من بداية الحلقة اللي ذكرناه، هي المراقبة الطبية والفحوصات الدورية، هي الطريقة الأسلم لحماية الجنين وحماية الحمل. صحيح.